أهلا بحضراتكم من جديد. النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن وكالعادة خلونا نبتدي بالأخبار اللي حصلت امبارح واللي كان أبرزها وصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة يريفان عاصمة أرمينيا في زيارة، وهي الأولى من نوعها لرئيس مصر منذ استقلال أرمينيا. امبارح كمان رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تفقد مدينة حدائق العاصمة، وأكد أن الحكومة بتعمل على توفير كافة التيسيرات الممكنة للقطاع الصناعي، وتفاصيل أكتر هنشوفها في سياق التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة يريفان عاصمة أرمينيا، وده في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس مصر منذ استقلال أرمينيا. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس هيلتقي في أرمينيا النهاردة بكل من نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا وفهاجن خاتشاتوريان رئيس الجمهورية، ومن المنتظر أن يتم تبادل الرؤى بشأن سبل تعظيم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة وفي كافة القطاعات، خاصة التجارية والاستثمارية، فضلاً عن التباحث بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. امبارح عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الأذري إلهام علييف بمقر قصر زوغلوب الرئاسي بباكو، وده في تاني أيام زيارة الرئيس الرسمية لأذربيجان، وأقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وأكد الجانبين أهمية العمل على تعزيز التبادل التجاري وتوطيد الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين من خلال تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال، وأيضاً تمت مناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من القطاعات في ضوء الإمكانات الهائلة اللي بيتمتع بيها البلدين والفرص العديدة للتعاون بوجه عام، خاصة في مجال الطاقة سواء الجديدة والمتجددة أو الغاز الطبيعي، وده في ضوء سعي مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة، بالإضافة للتعاون في مجالات أخرى كالإنشاءات والبنية التحتية والنقل والصناعات الدوائية والسياحة والثقافة. امبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مدينة حدائق العاصمة، وقال في مؤتمر صحفي أنه أصدر توجيهاته للوزراء بالعمل على تشغيل كافة المرافق بالحي الأول، وأنه هيتم إنشاء 70,000 وحدة سكنية أخرى بالمدينة، مشيراً إلى أن الدولة هدفها حصول كل شاب على وحدة سكنية على مدى زمني كبير في السداد. وأكد كمان على أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق مطلب أساسي لحقوق الإنسان، وهو سكن لكل مواطن. امبارح قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ان الحكومه بتعمل على توفير كافه التيسيرات الممكنه للقطاع الصناعي، وقال انه وجه وزير الماليه بصرف دعم الصناعات بدايه من العام القادم، وان كافه المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها، وانه بيتم العمل على ايجاد وفره للخامات ومستلزمات الانتاج. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات المسلحة أقامت جناحها السنوي للمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، وده في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي والثقافة العسكرية من خلال العديد من الإصدارات اللي بتساهم في معرفة التاريخ العسكري لدى أبناء الشعب المصري بمختلف فئاته. وبيفتح جناح القوات المسلحة أبوابه لاستقبال الجماهير والاطلاع على المعروضات طوال مدة المعرض، ويقدم أيضاً إهداءات لرواده عبارة عن سلسلة كتيبات بتحكي معارك وبطولات حرب أكتوبر المجيدة وعدد من الهدايا التذكارية والعينية. أما في جولة المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، واللي منها توزيع 48 مركب على الصيادين ضمن مبادرة بر أمان في كفر الشيخ. أيضاً تم افتتاح 3 معارض جديدة أهلاً رمضان في الغربية، وتمويل 15,187 مشروع صغير للشباب في بني سويف، وأخبار أخرى من محافظات تانية هنعرفها في هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من كفر الشيخ اللي تم فيها توزيع 48 مركب مطابق للمواصفات على الصيادين في قرية الشخلوبة التابعة لمركز سيدي سالم. في الغربية تم افتتاح 3 معارض أهلاً رمضان في حي أول وتاني المحلة ومدينة سمنود. المعارض بتستهدف مواجهة غلاء الأسعار وتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة وإتاحتها أمام المواطنين. في سوهاج نجح فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي في إجراء أول التدخلات الجراحية الميكروسكوبية للمخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي الجديد، لتكون انطلاقة للجراحات الدقيقة المتخصصة لخدمة المرضى من أهالي الصعيد.
في المنيا تم تقديم الخدمات الطبية ل 2063 سيدة من السيدات الحوامل خلال شهر ديسمبر، وده في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين. في بني سويف تم الإعلان عن أن إجمالي قيمة المشروعات اللي تم تمويلها من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك وصلت ل 2.2 مليار جنيه، استفاد منها 15187 مشروع صغير، والمشروعات دي وفرت 24530 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية. في أسوان انطلقت فعاليات القافلة الطبية الدولية المجانية الشاملة لعمليات الشفة الأرنبية والشق الحنجري والعيوب الخلقية بالرأس والرقبة، وده بالتعاون مع جامعة أسوان وفي مستشفى أسوان الجامعي. القافلة هتستمر لحد يوم 2 فبراير المقبل. في دمياط انطلقت فعاليات التدريب بالمراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجاً ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. التدريب بيشمل رياضات الكاراتيه، كرة الطائرة وكرة القدم، وهيستمر لحد يوم 15 إبريل. في شمال سيناء استقبل مستشفى بئر العبد المركزي دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان. بتضم الدفعة الجديدة 20 طبيب وطبيبة في مختلف التخصصات. في الأليوبية أعلنت مستشفى بنها التعليمي تنظيم حملة مجانية للكشف المبكر عن أمراض ارتشاح شبكية العين لمرضى السكري بالمجان، وهتستمر حتى يوم الخميس الموافق 2 فبراير المقبل، وده في عيادة الرمد بالمستشفى. في الأقصر شهدت أرض مطار البالون الطائر تحليق أكثر من 60 رحلة بالون طائر على متنها أكثر من 1200 سائح من حول العالم للاستمتاع بسحر وجمال المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة على ضفتي نهر النيل من السماء. في الوادي الجديد تم بدء العمل بحملة الكشف المبكر عن أمراض الثدي بمستشفى الخرج التخصصي من خلال وحدة الكشف المتنقلة المجهزة بجهاز الماموجرافي.